كابتن اسامه، مواجهه صعبه جدا جدا بين مستر موسيماني وبين الكابتن محمد اوجا. مستر موسيماني عايز يواصل المسيره الرائعه للنادي الاهلي والانطلاقات الرائعه في الانتصارات الاربعه اللي فاتوا، وبرده كابتن محمد عوده اكيد عايز يعني ممكن يطمع في الماتش، ولكن زي ما بنقول كل مباراه لو ما خسرش هو كسبان. ما فيش شك في كده. يمكن الكابتن علاء وشريف اتكلموا على خالد عيد انه عمل موسم فعلا كويس وعمل نتائج جيده السنه اللي فاتت، وهي كره القدم كده احيانا ما تفهمش ايه السبب، لكنه اضعف حد في المنظومه المدير الفني. اسهل حد يحصل اي حاجه يقول لك غير المدير الفني، ما هو مش ممكن لا مجلس اداره هيتغير ولا اللعيبه هتتغير، فهو فرد فيقول لك اغير المدير الفني دي ايا كان. طبعا هم عندهم اسبابهم، والكابتن خالد هو اكتر واحد يقدر مع الاداره يتكلموا في الموضوع ده، لكن جه عوده وهو برده بصراحه ماشي كويس جدا من ساعه ما جه. صحيح، يعني هو كابتن محمد عوده يمكن كمان الجهاز كله من ابناء نادي المقاولين العرب، الجهاز الفني مظبوط مظبوط. خد هو كل المساعدين ليه من مع الكابتن يونس كمدرب حراس مرمى. تقريبا كل الجهاز تقريبا من المقاولين العرب، فهو ماشي كويس. النادي الاهلي يا كابتن معانا على الشاشه، ووصل ارض ملعب غزل المحله خلاص ان شاء الله بالتوفيق ناقص ساعه ونص على الماتش ولا حاجه، فطبيعي. صحيح. فعوده ماشي كويس جدا، عمل تعادل مع المصري، تعادل اخير مع الجيش، وكسب مباراتين بست نقط، واللي بيكسب بينط في الجدول. مظبوط، يعني هو كسب مباراتين ورا بعض. الشرقيه الايسترن كامباني، انا دلوقتي كلنا بنقول اسامي اجنبيه كتير قوي في الدوري المصري، مش عارف مع ان انا اعتقد يا كابتن ان الاسماء في على الورق اعتقد مش بالانجليزي، يعني مثلا بيراميدز متهيألي اسمه الاهرام. ايسترن كامباني عشان ما انا مش عارف الموضوع ده هيوصل لايه في سياق الكلام يعني. انا خلينا احنا بعد كده نحس ان احنا هنلعب في الدوري الانجليزي كل اسامي هتبقى اسامي فاركو وايسترن كامباني وبيراميدز، وهنبقى كلنا اسامي اجنبيه يعني. المهم يا اخي يا ريت الدوري الانجليزي مش اسامي لا مش اسامي بس لا انا بقول لك يا ريت بس نظام وكوره وامكانيات وملاعب تحكيم تحكيم كل حاجه كل عناصر هم لما بيتكلموا علينا هناك بيقولوا ريد ديفلز. حلو شياطين الحمر. احنا لعبنا بطل الزامبي كان اسمه كده برضه. فعمل نتيجتين كويسين قوي بالذات نتيجه الامبي، يعني مباراه الدخان كانت مفاجاه مع احترامي للدخان، خسر كل ماتشاته الاربعه، فكل الفرق اللي لعبت اتنين كمان الوقت وخسران، هو علاء بيقول خسران اتنين من بيراميدز، ده خامس ماتش على التوالي. فكل الفرق كسبته، فدي نتيجه عاديه انه يكسب بيراميدز المحل يكسب الدخان او الايسترن كامباني 2-3-2، وماتش كان صعب، لكن هي المفاجاه اللي هي بتاعت امبي انه كسب بسكور كمان. يعني ممكن في الماتشات اللي زي دي تقول هيخطف جون وخلاص، لكنه قدر يكسب ثلاثه، فخد ثقه خد ثقه، ما خسرش حتى الان ولا مباراه، تعادلين وفوزين، فالثقه دي هتخليه يلعب بجراه، مش بجراه بمعنى انه عايز يكسب النادي الاهلي من اول لقاء، لان ده مش هيحصل حتى واقعيا. هو لو عايز النادي الاهلي يعني دوافعه واللعيبه اللي عنده امكانياتها والبطولات اللي بيشارك فيها وكل وخبراته واللعيبه الدوليه اللي عنده كل شيء، النادي الاهلي متفوق على فرقه الغزل، فهو ما اعتقدش انه هيفكر انه يهاجم بشراسه من الاول، مش هيقدر كمان. يعني حتى لو هو حب يعمل كده مش هيقدر، ممكن ده مع فرق في المستوى اللي زيه تمشي، لكن مع النادي الاهلي مش هتمشي. فهو ممكن يبقى عنده ثقه صحيح من الفوزين والتعادلين، لكنه اعتقد انه هيبقى برده متحفظ شويه، ممكن يزود حد مدافع شويه في نص الملعب، او يحافظ على الشكل بس هيدي مهام شويه دفاعيه لبعض العناصر، لانك انت عندك مناطق قوه كتيره، فالمباراه مش هتبقى سهله، وملعب المحله زي ما اتكلموا الكباتن برضو ملعب صعب ومش سهل. صحيح الجماهير مش زي ما احنا كنا بنلعب، احنا كان الملعب بيبقى مقفول كله بالجماهير سواء النادي الاهلي او المحله بتبقى في وسط، دلوقتي الجماهير بتحضر ب 1000 او 500 او الكلام ده، مش مؤثره زي الفتره بتاعتنا، انا بتكلم على الملعب يعني.
فالمباراه هتبقى صعبه، لكن ان شاء الله هتبقى في متناول النادي الاهلي برضو يا رب ان شاء الله، ويقدر يحسم اللقاء، لان الاهلي ماشي بصوره كويسه جدا الفتره اللي فاتت، واعتقد ان المكسب هيبقى في متناول ايديه يعني. يا رب باذن الله ربنا.